احييكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته لمشاهدي الكرام الذين يزورون القناه لاول مره. نتمنى ان تنال اعجابكم. لهذا اليوم هو الحديث عن خاصيه واتساب ويب الموجوده على تطبيق واتساب، مميزاتها وسلبياتها. هو مقترح من طرف شركة واتساب تشغيل هذا الواتساب على جهاز الحاسوب، إلا أنه ماذا يقع؟ هو أنه يستغلون هذه التقنية في عمليات التجسس على الواتساب. يمكن في ظرف أقل من 10 ثواني أن يستغلوا هذه التقنية إن منحت هاتفك لأحد الأشخاص الغير موثوق بهم، وجميع الرسائل وجميع الصور وجميع المحادثات أو الدردشات التي تقوم بها على مستوى الواتساب يطلع بها هذا الأخير. من خلال هذا الفيديو سأخصص لكم الجزء الأول للحديث عن كيفية تثبيت الواتساب على جهاز الحاسوب، وفي الجزء الثاني سأخصص لكم شرحا عن كيفية حماية الواتساب الخاص بكم من الاختراق. لتشغيل ميزة ويب واتساب على الحاسوب نتجه إلى ثلاث نقاط في الأعلى، نضغط ثم نضغط على واتساب ويب، تخرج لنا هذه النافذة، نضغط أوكي. نتوجه إلى الحاسوب، نفتح المتصفح، نكتب واتساب ويب ثم نضغط، تظهر لنا هذه النافذة، نتجه إلى هذا واتساب ويب، نفتح هذه النافذة ثم ستظهر لنا هذه الأيقونة نتوجه إليها. وبهذه العملية نكون قد فتحنا هذا الواتساب على جهاز الحاسوب كما تشاهدون. إذن أصدقائي، هذه الخاصية هي لتشغيل الواتساب على أجهزة الحاسوب، لكن كيف يتم استغلال هذه التقنية للتجسس والتحكم الكامل بالواتساب الخاص بك؟ لنشاهد هذا الفيديو المطبق على هاتفين اثنين. هاتف الضحية هو هذا الأسود وهذا هاتفي. أول شيء نقوم بتحميل هذا التطبيق الذي يظهر أمامكم، هذا هو الاسم واتسكام. إذن بعد تحميل هذا التطبيق نقوم بفتحه، نبدأ ستار ناو ثم نضغط واتسكام ثم تظهر معنا هذه النافذة، يظهر لنا هذا الكود بار، أضع هاتفي جانبا ثم نأخذ الهاتف الأول باللون الأسود الذي قلنا على أنه هذا هو الهاتف الذي سنخترق الواتساب الذي يوجد عليه. هذا أول شيء نقوم بفتح واتساب الشخص ثم نتوجه إلى ثلاث نقاط بسرعة ثم واتساب ويب، نضغط أوكي. سأقوم بتوجيه هذا الهاتف، هاتف الضحية، إلى هذه الأيقونة بهذا الشكل. بسرعة حولنا كما تشاهدون، تم اختراق واتساب هذا الشخص وها هو الآن يوجد معنا واتساب بكل تفاصيله، يمكن لنا أن تصفح ما شئنا من المحادثات أو الدردشات المتواجدة على. للتنبيه، هذا الفيديو فقط هو فيديو تعليمي لا أقل ولا أكثر، وليس دعوة لاختراق واتساب أي شخص، فهذا الأسلوب أسلوب دنيء. لكي نعرف على أن الواتساب ديالنا هل هو مخترق أم لا، نتوجه إلى ثلاث نقاط في الأعلى ثم نتوجه إلى نفس واتساب ويب، نفتحه كما تشاهدون يتواجد معنا actuellement en activité Linux، بمعنى أنه هذا الواتساب هو مفتوح على جهاز آخر هو هذا. إذا وجدت واتساب ويب بهذه الشكلة فاعلم على أنه واتساب مفتوح على جهاز آخر. سنقوم بالديكونيكسيون دو تو لي زاباغاي، نضغط هنا وبالتالي سنخرج كما شاهدتم. إذا خرجنا بهذا الهاتف وأصبح الهاتف الآخر غير مشغل عليه الواتساب. أتمنى أن تنال إعجابكم هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.